رايك في مارسي كولر حتى الان؟ انا كنت معاك المره اللي فاتت قلت نفس الكلام برضو. انا ما بقيمش المدرب غير بعد فتره يعني. ما اقدرش اقيمه دلوقتي على ماتش او اتنين زي اللعيب. بتكلم في 23 24 مباراه مع الاهلي. ما بقيمه، انا بقيم مدرب بطولات وبقيم موبايله يعني ممكن سيزون، لان النادي الاهلي بيلعب خمس ست بطولات في الموسم. انت بالنسبه لك تقدر تقيم مدرب كويس جدا. الناس كلها كانت بتقيم موسيماني ان هو فاشل. انا موسيماني كان كويس جدا. حتى لو انت مش مقتنع باداء بتاعه، هو الراجل بيجيب بطولات. بالتالي لو العكس حصل، لو هو بيلعب كويس جدا ما بيكسبش بطولات، هتقول ايه؟ انت التارجت بتاعك ايه؟ بتاع مجلس الاداره بتاع الجماهير، اكسب بطولات، اجيبها بقى باي طريقه، مستوى وحش مش مستوى وحش، المهم بكسب. لكن انا كسب بطوله. تقييم الكولر ان هو، ما انا بقول لك هو كسب بطوله، بس انت من كام بطوله؟ لسه، ما هو لسه بقى شغال عليهم. خمس بطولات يعني 20%. انت برده ما كملتش التارجت بتاعك. نادي جمهور الاهلي ومجلس اداره الاهلي بيبقى عايزك تكسب كل البطولات اللي بتخش فيها.